نقول مرحبا الساع ونكمل لكم مرة ثانية من وين وقفنا. من عند سوينا مصنع الموتورز وهذا والأمور، والحين بنسوي مصنع منو الكتر كمان، منو درل الكتر كمان درل بعد، ما أظن ما بيكون معقد هالخط، في خطين ما بنحتاج وايد يعني، فأموره طيبة، مش قضية طويلة. شي بغير الكتريك سيركت، هو الالكتريك سيركت شو يمكن، لا حتى مش يمكن، حتى هذا موضوع سهل. شله هذا هني اخاي، هذا شلوه اندر جراوند بيلت، من هني بيبه اندر جراوند تعال. الالكترونيات عندنا انتاج ما شاء الله الصراحة، يعني انتاج جامد. بسوي هني دايركت ولا ام ادري فوق، عم بسوي هني دايركت، طلع شو اسمه هني، في باله اصلا يبالا جير ويسار، يبالا ايرون جير وبليت، ما يبالا يعني القضية هاي. فبنمد خط من، لا بنسويه هني ابغى اسويه هني احسن، خلنا نسويه هني. بس الدرب بعيد الصراحة على الالكترونيك، حطلنا ناخر الدنيا بس عادي خله يروح مو مشكلة. الستيل ما ظني بكبر حاليا، المصنع قريب. من وين الطوفة، هذا أحسن مكان من جنب. هي هذا مصنع الكترونيات، هاي الكترون، لا 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 بيبي من صوب الثاني عشان نبدأ في البداية كلهم. ولا ان الحين شو بنسوي، نحن بنب طوابيق زين، والطوابيق هاي اللي بنسويه، لحظة خلينا نب طوابيق، نسوي فران عندنا طوابيق 35 طابوكاية عندي، بس نبا 15 بعد اوبر اصلا يعني، مش لوجيستيك سلوت تو افيلبل. يلا تعال سوي ريسيرش حق شو عندنا مصنع ابحاث. زين هذا مكفي 100% الصراحة، يعني اقول له كفيت وفيت، كلهم شغالين. ليش مش شغال؟ ها في شي ما قاعد يشله. مش شغال لنا فل الانتاج، انا اسف يا جماعة الخير، اسف فل الانتاج. هذا كم هني، 8 10 كان اختيار صحيح نوعا ما، اذا تعتقدون اختيار صحيح كلام، يعني الموضوع جامد، موضوع جدا جامد. بس خلاص بعد هالبحث هذا مفروض ببدأ خلاص بسوي ال دقايق، نسوي هذا هني زين، نسوي لنا من هاي اظني، ايش ما عندي بليترة 100 كل واحد عنده كفو والله عندهم. زين حديد هذا، حديد هذا، حديد هذا، حديد هذا، تعالوا يبا وين تبغى انت، جدنا السلوت مال لوجيستكس. زين نبا البك غالي، هو اصلا صديقنا اللي يسوي هذا ستاك بكر، هذا يبغاله وايد عشان نسوي، بس في مرحلة من المراحل لابد بنسوي يعني، شر لابد منه. مصنع بيكبر لدرجة ما نقدر نلحق عليه،
لازم بسوي هالشي هذا. ترى هني الموضوع، شوفوا الحين الاوتوميشن مال هذا شو محتاج؟ محتاج جيرز. انا ما حسبت، سويت 2.5 حلو. الالكتريك دريل كم يبغى لي يستوي؟ اظن بالسريع هذا 2 seconds. 2 seconds يعني الواحد يكفي 4. احنا نبغى واحد كل ثانية قلنا، فمحتاجين مصنعين بس. ليش 1-2 seconds؟ خلص محتاجين 2، ما محتاجين اكثر. ليش ما يفتح حزام؟ ما بسوي اكثر، محتاجين واحد كل ثانية. هني واحد كل ثانية، والالكترونيك اللي تحت واحد كل ثانية اكيد، لان حطيت 2 واحد زايد عشان تشوفون انتو. وانا عندي مشكلة في المساحة في الشنطة، بعدين بتصرف ويا عقب، اتصرف معهم المشكلة. انزين هذا اول شيء بي هذا حلو، بس الموضوع ما يبغى له وايد، لانه احب اسوي 2 بس، ما مش محتاج نسوي اكثر. ليش نسوي اكثر من 2؟ واحد كل ثانية هني قاعد ينتج 10 اساس ينتج كل واحد ثانية. والاحمر بينه واحد كل ثانية، فمش محتاجين التعقيد هذا كله. حطيلنا الكترونيك داخل هني، زين حطيلنا الانتاج مو يطلع من هني عن طريق هايل. أهم شي كنتم مقبلين معي الموضوع كله، يعني مش مضيعينكم. أنا إذا أنا مضيعينكم هاي مصيبة. مضيعينكم دي مصيبة. شوفوا الحين كل واحد يبغى له 2 عشان يجهزين، بس هذا وايد سامون يبغى صح 10، وهذا خلنا نجبر الانسرت ماله. بس نصور محتاج شوي اكثر انسرت، بس مش اكثر. هل اللي بنحتاج اكثر؟ يمكن نزيد الافران شوي. ايش الافران؟ والله الحديد اللي يبغى نزيده. زين اذا السالفة حديد موضوع بسيط، ما يبغى له وايد هين، مش طيبة مني اساس اسرق اكيد. هذا هو سيد الحلول. تعال خلنا نستفيد من كل الموجود قدر الامكان، يعني بينا وقت تخلص علينا الموارد. فمن الحين نحاول نشغلهم مشروع ناجح جدا، ناجح صدقوني. عندي نقص حديد شوي هناك في السميلتنج فاكتوري مالي. سيدة هني شو بنسوي؟ نبي نسوي لنا سبلتر. زين مودلر ارمور، لا خلها درل. درلز عندي تعبانين جدا جدا. هاتي هني سبلتر، ما سويتي خلاص حفظته خلاص، لا تقولي لي ما تعرفون تي.
صح لحظة. اوكي هات تي بيوزع الانتاج من الصابين ونبني بلنا من هني كهرب. وين عمدون؟ عمود كهرباء. وهذا سوري بالعكس هني بعد تحبه بس اوكي. هم يبدأ الانتاج يعتدل شوي، الاسمنتنج شوي بيستوي احسن، بيكون وايد احسن. هذا هو الكلام. نعم نهني الحديد، واذا ما كفى بعد ازيده تراني عادي، يعني مش قضيه. ما كفى رمي نزيد هني سمنتنج بعد دو يبون ابدا، مو بقضيه. تاثره ما يدخل فل قهرني، خلنا يدخل فل لحظه. ما عندي درد، خلي اسرق من تحت. عندي هني انا اشوف كيف ما يشتغل خايس، كيف ما يعبي الحين، قصدي سوري وبيشتغل لازم. كهرباء كهرباء، هذا ما حصلت حط الكهرباء سوي الطريقة هاي خلاص. بسوي خط سيدة شكلي، هاي المشكلة عادي. الحين بيخلصوا بيصير اللي بغيره من المشكلة. نشوف هذا ها يكفي؟ لا لازم اروح النيب. هاي شيء انتاج موجود اوكي، دمو يوقفوا خلاص استوى زين. اهم شيء هذا عقب على طول بسوي ريسيرش، بيكون مفيد حقنا ريسيرش ادفانسد اويل بروسيسنج، لانه بيوقف علينا البترول قريب، انه بتعبى التراكي وما بسوي تراكي غيرهم، بتصرف في الانتاج يعني. ايوه هذا هو الحين بكفي خلاص. حطينا كم درل زيادة قبل مكان يتعبى خلاص، اقوى شيء يعني. هذا يعني سعبي دام انتاجه ما يوقف اموره طيبة. الحين بني بالالكترونيات الحمراء من اخر الدنيا وبنرجع. هذا هو الدرل، سهل الموضوع مش قضية، لان عندنا مساحات. الاول في الموسم الاول ما كان مستعمل المساحات هذه، هاي هني غلطة كانت بالنسبة لي. طلع هذا من هني وسط هاي ولا جنب الأخضر. قرار صعب على فكرة، لأنه وايد أمور فيه هني. اني اقرر شيء نفسه مش سهل ابدا بصراحة. في مكان هنا مرة؟ لا
يستوي بطريقة ثانية برأيكم الحين بمرر من الأخضر وخلاص، بس لازم نوعين بلت، وأنا ما بغير نوع اللي عندي الصراحة. أنا بمرر من هني لفوق وخلاص نزله. سوري هنا اندر جراوند اندر مو بيوصل هنا صح؟ اسوي هاي وصل ازاي اسوي خليه يوصل عرفتو؟ هني وهني سيمناحس بشل هذا اوكي. انا ابغى الاحمر يخطف في الوسط الاحمر اغلى هني اللعبة هني اللعبة هذه اللعبة. زين انت بعد نفس الشيء تعودنا عليك خلاص تعال. زين انزين هاي ثلاث عناصر عشان ننتج منه بالخضر الاخضر هذا، محتاجين واحد كل ثانية بنحط ستة بس بنفس ترتيبها تقريبا خلاص ترتيب جميل يعني. حتى لو اني اجيب مثلا ستة من هايين لحظة حتى لو اجيب ستة مثلا لحظة بلو برنت هني بلو برنت واشيل من هايين ستة واي احطيهم هني ترى يمشي. لحظة بيش ابلو في حياتي حتى ستة من هايين بيمشي هني على فكرة. وهني اجيبه اوكي زين برايكم كيف هذا انسى نبا هني هني بس المنتج بيكون غير ها بيكون بالعكس. خلص الاندر جراوند وايد استعمل الاندر جراوند ترى وايد استعمل الاندر جراوند ليش الامية عشان طفل هاي هني المصيبة. 50 اوكي وهذا بعد ما نكنسله استوي بالطريقة هاي وهذا بيكون الاحمر هني بي الاحمر بالنيبي نحن نفس الستيل حلو واحدا يروح هني واحد يروح وين هني ونبقى هذا مال الانتاج مالنا ايه هني هذا مال الانتاج مالنا ايه هني هذا يوقف هني وعندنا أصدقائنا الحلوين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 12 شبان غير ننجحس هير نزيل الحين من الفراغات زين نحطيلنا 1 2 3 4 5 6 ونيب الموتر من اخر الدنيا. ليش يسوي كده من هناك موتر لحظة شل هذا هني
سوى اندر جراوند. هالاخضر ها 24 ساعة اندر جراوند بيكون شكله. ونسوي تي هني عقب انه بتخلص من المعلم مشكلة. هاي شو صار عندنا؟ صار عندنا خطة منو اللي هو الجير ولا هذا نني سبلتر. حلو واحد هني واحد وين احنا قصتني حبة. والله زين هذا عندي انتاج اوتوماتيك ترى. هذا انتاج اوتوماتيك يا ويلي والله وهق فل الشنطة خلاص. شنطة عندي سكرت خلاص. هذا هني سوري هنا وين سعر الحين حط هايل. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين زين. بحث علمي ازرق بحث علمي ازرق بحث علمي ازرق بحث علمي ازرق. نحدد شو يسوون وقت شو نحط الانسيرترز نهاية يطلعون هاي يدشون وهاي يدخل هاي يطلع هاي يدخل هذا يدخل. انزين كهرباء اماكن هون نفس الاماكن مشكلة. هني توصله زين وتيبه الحركة السحرية خلاص. شل هذا وهذا المفروض لأنه ست واني كل ثانية يجينا واحد. وهذا وين يروح البحث العلمي إلى صديقنا تحت طبعا. هذا الكلام جامد. الحين بي مكان وقت مكان الفراغات اللي كنت اقول لكم عنه. على فكرة ممكن اجيب هذا بكل بساطة بالطريقة هاي اخبركم في السالفة. شل هذا شل هذا هنيب عن طريق هذا الارم داخله. سوينا الارم هذا كل بس هذا سقصر حبه مهني. طبعا حبيب قلبي سبلتر نروحي شو اول شيء بسوي اويل اويل هذا اويل ادفانس اويل بروسيسنج وبيبدا الشغل. بس هو الليتات هني ليش ظلمه؟ لماذا ظلم؟ ماذا ما يبالي ظلام صراحه يبالي شوي ليتات. هاي المركز الانتاج والابحاث وهذا الظلام. شو الابحاث الظلمه هاي لحظه لتين يا عاد تخلك يعني الحين احسن نور شوي نور. مفروض ان انت تشكل ثاني واحد اذا ما كفانا نروم ندب ننتاج كل شيء. بس نظريا بيكفينا يعني بس حاليا لان يبغى له شوي وقت لان يستوي له بروسس وهذا والامور. ونشوفكم بالنسبه للحلقه انتهت. نشوفكم ان شاء الله حلقه قادمه على خير باذن الله في شيء جديد وقصه اجدد منها ان شاء الله في البترول. وعلى خير ان شاء الله.